طب معلش معلش ممكن تساويني؟ أنا بس علشان يعني لسه نقلة هنا فمعرفش أي حاجة في المنطقة، ما تعرفش حد بيصلح موبايلات؟ ما أعرفش حد قريب. أنا ممكن أسألك؟ أوكي. بس واضح فعلاً إنك مش من هنا. خلينا أخمن. القاهرة صح؟ عيب عليك، أنا لماح جداً على فكرة. بس ازاي بتستحملي العيش هناك؟ يعني تعودت. عارفه انا لاقي واحد صاحبي من ايام المدرسه برضه نقل القاهره. قلت له ايه يا ابني ايه الهبل ده؟ ما اسمعش كلامي ورجع تاني اسكندريه. بجد؟ اسمه ايه؟ لا ما هو اكيد مش تبقي عارفه كل واحد في القاهره يعني. ايوه عادي قول لي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ علي الحسيني. علي الحسيني؟ انت بتهرج؟ انت بتتكلم بجد؟ علي الحسيني كان معايا في الجامعة. ايه الصدفة الغريبة دي؟ ايه ده بجد؟ صدفة غريبة جدا. ده كان لسه هنا من شوية، كان قاعد على الترابيزة دي. كان قاعد على الترابيزة دي؟ صدفة غريبة جدا فعلا. بمناسبة الصدف، أنا لسه مقابلة علي من كام يوم في القاهرة. وقعد يحكي لي على اسكندرية وقد إيه هي هادية وقد إيه الناس مبسوطة وسعيدة وعلى البحر. مش هتصدق، حصل إيه بعديها بساعة بالظبط. جالي تليفون، شركة عرضت عليا شغل. تخيل الشركة دي فين؟ اسكندرية. بالظبط. أنا بجد مش فاهمة ازاي، إيه ده؟ أنا لو مخططة ما كنتش هعمل كده. بس لا بجد برافو عليكي إنك سبتي شغلك وجيتي هنا، لا دي محتاجة شوية شجاعة. طب هو علي كان قال لي إن أنا لو جيت اسكندرية يعني إن أنا أبعت له علشان نتقابل. فأنا بعت له بس هو ما ردش لحد دلوقتي. فتعرف حاجة عن الموضوع ده؟ يعني موبايله بايظ مثلا أو وقع منه، ضاع، سرق؟ لا 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 خالص، لا هو علي كده بيرد بعد سنة. طيب عامة لو شفته قول له رندا بتقول لك رد عليها يا ندل، علشان بجد انا عايزة حاجة مهمة. اوكي طالما الموضوع مهم انا عارف هيبقى فين بكرة. بجد؟ هو معزوم عند عيد ميلاد واحد صاحبنا وانا معزوم برضه. اه فعلا؟ انت يعني هتروح لعيد ميلاد ده لوحدك؟ لا انت ممكن تيجي معايا. ممكن نتقابل قبلها، ممكن نتغدى سوا، نشرب حاجة وانت مش معايا خالص. معلش سوري، أنا آسفة. أنت كنت بتقولي إيه دلوقتي؟ لا ولا حاجة، بقول هشوفك في العيد ميلاد. أوكي أوكي. بص أنا هقول لك أنا هعمل إيه. أنا هديك رقمي. ده رقمي. ابعت لي لوكيشن وانا هقابلك في العيد ميلاد. اوكي اوكي ماشي باي. يلا باي باي. شكلك حلو قوي. اه بجد؟ لبست اي حاجه عندي كده وخلاص. طب يلا نشرب حاجه. قولي هو علي ما كلمكش؟ لا موبايله مقفول. طب قولي انت كنت بتحكي لي ايه؟ ده عايش مع باباك تقريبا؟ مامتك فين بقى؟ هم متطلقين وهي اتجوزت حد تاني. انا كمان مامتي وبابايا متطلقين على فكره. فعلا؟ بس بابايا بقى هو اللي اتجوز حد تاني، اتجوز واحده اصغر منه بكتير قوي. بجد؟ عندها اصغر مننا اصلا. اوف. طب كويس، نبقى نروح نتعالج عند نفس الدكتور النفساني. هو علي ما قالكش ليه انت؟ في ايه يا رندا؟ من ساعة ما قعدنا وانت عمالة تسألي عن علي، في حاجة بينكم ولا ايه؟ ايه؟ أنا وعلي؟ لا طبعًا. ايه يا ابني التخلف ده؟ لا طبعًا، تهبل يا ابني، عبيط. ما تشتميني بأمي أحسن. لا، سوري أنا مش قصدي، أنا بس يعني طبعًا علي زي القمر، زي القمر. و جسمه تحفة وشعره خطير وسنانه بيضة قوي. بس لا، ما فيش أي حاجة ما بيننا، هو علي ده يعني he's my bro، فاهم يعني احنا زي الاخوات يعني، بس مش صحاب قوي اصلا يعني. زي اخوات ومش صحاب قوي. لا قصدي يعني احنا كنا زي الاخوات في الجامعه، بس بعد كده خلاص يعني. اوكي على فكره لو انت معجبه بيه انا مش هزعل يعني، مفيش مشكله. ايه يا ابني ده؟ لا طبعا. انت ايه حكايتك؟ مين بقى اللي معجب بيه دلوقتي؟ على فكره انت اللي عمال تتكلم عليه كل شويه. قصدي يعني واحده جميله زيك أكيد طبعاً هتحب واحد زي علي.
يا سلام. وليه بقى ما بقاش مثلا معجبه بواحد زيك انت؟ بجد؟ مالك تحمست قوي كده؟ لا انا بقول لك مثلا، يعني بديك مثال عادي. اوكي اوكي. يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. ده علي؟ اه. ايه وصل ولا ايه؟ لا بيقول مش هينفع يجي النهارده. اصل صاحبته تعبانه. انت قلت صاحبته؟ اه. صاحبته هاديه. من ساعة ما هو صاحبها وانا مش عارف اشوفه. هي سحلاه وراها. بس هو كاتب على فيسبوك ان هو سنجل. هو فيسبوك بطاقته؟ عادي يعني، الناس بيكذبوا على فيسبوك. وانتي قفلتي كده ليه من ساعة ما قلت لك ان هو مصاحب؟ لا خالص ما قفلتش، عادي. بص انا متهيألي ان انا لازم امشي لان انا عندي شغل بدري قوي الصبح. همشي انا بقى. باي. لا عشان مش عايزين نعمل كده كل المرة. علي مساء الخير، حضرتك كويسة؟ بتحبيه مش كده؟ طالما بتحبيه يبقى ما تخافيش، هيلف يلف ويرجع لك. تفتكر؟ بصراحة اللي معاه دي صاروخ وأحلى منه بكتير كمان، وده غالباً بيبقى معناه إن هي شوية وهي اللي هتسيبه وساعتها هيرجع لك. تفتكر فعلاً ممكن يسيبها ويرجع لي؟ طبعاً. ثانية واحدة، هي مين دي اللي أحلى منه؟ وبعدين أنت مين أنت أصلاً؟ إيه ده؟ أستاذنا رندا؟ عمر فينك يا بنتي؟ اختفيتي من ساعة الحفلة. مسحولة قوي قوي في الشغل الجديد ده، كارثة. مسحولة لدرجة انك مش عارفة تبصي على الرسالة على موبايلك اللي في ايدك 24 ساعة؟ لا اصل انا قافلة اصلا النوتيفيكيشنز وعاملة الموبايل كله سايلنت عشان البطارية وكده. ف سوري. هلو. اي سوري. رندا، ريهام رندا. بهجت رندا بهجت. معلش. هاي، كان نفسي اقابلكم في ظروف احسن من كده. ليه؟ لا خالص، ده حتى حلو عليه ايس كريم اهو. طيب انا هروح احاسب بقى. اوكي ماشي. عمرو ازيك؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ يلا جيب بيت حاجه السلطه. حاضر. علي جيب نفسه. رندا. هاي علي، ازيك؟ هاي، عامل ايه؟ كويس. ايه علي، مش هتعرفني؟ دي رندا، كانت زميلتي في الجامعة. ودي هادية صاحبتك. أكيد. أيوة باين طبعاً، أكيد إنها صاحبتك. مش قصدي حاجة، سوري، أنا مش قصدي، بس بجد بجد شكلك زي القمر زي القمر، تجنني بجد. أكنك طالعة من مجلة بالظبط. أنتي موديل أكيد صح؟ ميرسي، بس أنا يوجا انستراكتور. أحلفي بتدرسي يوجا؟ أنا بعشق اليوجا. بجد، بس ما يبانش عليكي. تعالي عندي الكلاس، هتنبسطي قوي. يا ريت، انا اصلا من ساعه ما جيت اسكندريه وانا عماله ادور على مكان كويس مش لاقيه. ممكن تديني اللوكيشن؟ يا شور. اللوكيشن اهي. ميرسي قوي، شكرا. اوكي هشوفك قريب ان شاء الله. باي علي. باي عمرو. باي.